ويقول ايضا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوه خضره، الدنيا حلوه ومليانه بالخضره والنعيم، مش وحشه يا اخوانا زي ما احنا سنه في عينينا كده. وان الله مستخلفكم فيها فينظر ماذا تفعلون. ربنا مستخلفكم فيها، يعني خلاكم خليفه في الارض، وربنا هيرى ماذا تفعلون وماذا تعملون في هذه الدنيا. فاتقوا الدنيا والنساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. اول فتنه افتتنوها بني اسرائيل كانت في النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. يبقى المراه بتفتن اللي ما يتفتنش، سبحان الله. ولذلك ربنا لما انتهى كل ده نبهها برضه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ده ربنا كمان قال لك لو عملت بدا ونفست عن كل اللي عملته ده واديتهولك وعملت غلط، هخلي الراجل اللي يحاسب جنب حسابي انا، هخلي فيه راجل يحاسبك ليه قوامه انا بتتقاله يستخدمها في الوقت المطلوب. يبقى هنا: والذي نفسي بيده، المرأة كلها عورة، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشياطين، وأفضل ما تكون المرأة من رحمة ربها وهي في قعر دارها. يبقى لما تطلع المرأة وتمشي في الشارع، الشياطين حواليها، الشياطين ماشية والشياطين بتتنطط على جسد الجسد بتاعها، جسدها كله شياطين، ماشية بتفتن اللي هنا واللي هنا، ماشية شبه أهلية، ماشية لا تليق بأنها امرأة مسلمة، لابسة لبس خليع، لبس مبين كل علامات الجسد. لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة. لعن الله المترجلات من النساء والمخنثات من الرجال. ايه ده؟ المرأة شبه عالية النهاردة، فتنة للرجال. يبقى ربنا يديك كل ده وتستغليه خطأ ليه؟ عشان يمشي شبه عالية، خدت نظرات الناس، ايه اللي استفدتيه؟ وتيجي تشوفها في البيت عاملة زي الجردة في البيت، تجرف تشوفها في البيت ليه؟ ان كل اللي عندها طلع من الناس، انما زوجها في البيت واخد بالجزمة. ليه النهار ما بيقدرش يفتح قلم؟ عماله زي الغولة في البيت. ما هو خلاص اللي عندها طلع كل اللي عندها برضه، مفيش حاجة تانية هتطلعها في البيت. يبقى هنا بعد ما ربنا اداكي ده كله، ده المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها على مسافة كذا وكذا، أو على مسافة 500 عام. يعني دول كاسيات عاريات ماشية في الطريق، مائلات مميلات، فرحانة شوية الشعر اللي ربنا مديهم لها دول، وعندهم قبة فوق دماغها، وماشية تتمايل قدام الرجال، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ريحة الجنة على مسافة 500 سنة مش هيشموها حتى. طب ليه؟ اللي ربنا رفعك قدامي خليكي بدا مع ربنا. ربنا أجيال تخدم. ولذلك الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم علشان يعرف مكانة الرجل للمرأة قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو كنت آمر بشر يسجد لبشر لابد أن المرأة تسجد لزوجها، لعظم الزوج علي، لعظم حق الزوج عليك. أنت طالعة وداخلة هنا وهنا وهنا باسمه هو، أنت بتتنادى النهارده باسمه هو، أنت النهارده هو، لولا هو لا هتطلع ولا تدخل ولا تتحبس في بيت أبوك، لولا هو اللي الناس كلها هتتكلم عنك، هو اللي عمل لك قيمة ومكانة،
ابوك وامك كنت بتاكلي اللي ربنا يدهولك تاكليه، وما فيش دلع وما فيش وما فيش، لكن عنده هو بتاكلي اللي يعجبك، وتنام مين ما تنامي، تقوم مين ما تقومي، تلبسي زي ما انت عايزه، تطلع زي ما انت عايزه، تدخلي زي ما انت عايزه. ايه تاني؟ ايه المطلوب تاني؟ وانت في بيت ابوك كنت في سجن في حبس، ما كنت بتاكل اللي بيجيبهولك، لكن جوزي جاب لك حاجه مش عاجبك. لا احنا هناكل النهارده كذا، انا عاوزه كذا، هات لي كذا، انا هتكسب كذا، تعال نطلع ندخل. طب تيجي ربنا فيه طيب؟ اعمل حساب للراجل ده. انما النهارده لما الحلم ناقص يقول لو كنت امرا احد الناس بدل احد امرت المراه ذات مزوجها. طب ايه افضل من السجود؟ افضل من السجود مفيش. طب ربنا اعلى قدر الزوج، ومع ذلك لم تتق الله فيه، ومع ذلك لم تراعي حقوق الزوج. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم عشان يعرف المراه برضه الحقوق بتاع الرجل عليها، قال اذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش فأبت فبات الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. إذا دعاها للفراش للمضجع وجرته له وأبت عليه، ربنا يفضل ساخط عليها لحد ما زوجها يرضى عنها. ما دام مفيش عذر شرعي، مفيش مرض، مفيش أي شيء خالص، ودعاها الزوج فأبت عليه، سخط رب العزة جل وعلا عنها حتى يرضى الزوج عنها. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها فأبت عليه فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا دعا